خلطة لتجفيف الشعر. المكونات الأساسية لخلطة تجفيف الشعر زيت الزيتون وحبة أفوكا مقطعة، وأنت بحاجة كمان لوعاء، فرشاية لتطبيق، شوكة وملعقة. فرغ الأفوكا بالوعاء وبواسطة الشوكة معصيهم منيح حتى تحصلي على عجينة الأفوكا المتماسكة والكثيفة. منشان هيك من المفضل أنه تختاري حبة الأفوكا البالغة لأنه بتكون طرية أكثر وبتسهل عملية الطحن. ضيفي ملعقتين كبار من زيت الزيتون وامزجيهم بعجينة الأفوكا. فرغ الخلطة بوعاء واستخدميها بعد 10 دقايق من التبريد. وهلأ صار وقت التطبيق. على شعرك المبلل غلفي منطقة الشعر الخارجية بخلطة الأفوكا، وانتبهي أنه تغطي شعرك بالكامل. فرشة التطبيق رح تسهل عليك العملية، ما تستغني عنها. ما تنسى تصوري لي وتبعتي لي على جوجل بلس إذا نجحت معك الخلطة، ولأي استفسار أو سؤال اكتبي لي بخانة التعليقات.